أعزائي المشاهدين، مع فؤاد سلامه نجم نادي اسوان واللاعب ذو الخبره في الدوري المصري، بنقول لك هارد لك. عملت مباراه النهارده جيده، لكن النهارده برضو خسرت من النادي الاهلي 3-1. الحمد لله. طبعا انا شايف ان الاداء بالنسبه لنا كان كويس. احنا بنلعب النادي الاهلي طبعا فريق كبير غني عن التعريف، مش هحتاج ان انا اتكلم عليه، اقول على اداء فريقنا احنا كويس. بالنسبه للهدف اللي دخل فينا دوت، يعني كان في الوقت الضايع وتقريبا الوقت الضايع. انا عايزك بقى تكلمني عن انتوا كنتوا مغلوبين 1، اتعادلتوا 1-1، وشفت حاله اعتراض من مجلس الاداره ورئيس النادي حتى اللاعبين، سبب الاعتراض ايه على الهدف؟ ان الكابتن عاشور حسب دقيقه واحده وقت بدل ضايع، واحنا لعبنا 3، فهو انا بتكلمت معاه ما بين الشوطين، هو بيقول لي معلش الساعه وقفت منه، وانا بقول له عادي يا كابتن عاشور ما فيش مشكله، احنا زي ما احنا بنغلط حضرتك بتغلط ما فيش مشكله، وقدر الله ما شاء فعل. كنا ممكن الثلاث دقايق دول ندافع كويس وما يجيش فينا جون، فالغلط مننا ومنه ما فيش مشكله يعني. واحنا كنا نازلين الشوط الثاني برضو لما دخل فينا الجون ضيعنا جون، هدف شكري لو جه كان غير الماتش كتير، وبس الحمد لله يعني. كابتن عماد نحاس قال لكم ايه بعد نهايه المباراه؟ هو قبل الماتش اساسا قال لنا الماتش العبوه عادي للشهره ما فيش مشكله، هو بثلاثة بونت زي اي ماتش، ونادي النادي الاهلي نادي كبير، العبوا ان انتوا تادوا اداء كويس، تحاولوا تبقوا رجاله كلكم في الملعب وتادوا اداء كويس عشان خاطر ان احنا نبقى كويسين وخاطر نقعد في الدوري الممتاز، وده هدفنا ان شاء الله. التركيز يبقى في الماتش الجاي احسن ان شاء الله نقعد بيه. يمكن معروف فؤاد ان المباراتين القادمتين هتتلعبوا في اسوان، يعني عندكم فرصه انكم تضيفوا على الاقل، عندكم 6 بونت ممكن تضيفوا 3، ممكن تضيفوا 6 بونت كاملين. بالظبط كده زي ما حضرتك بتقول، احنا الماتش الجاي على ارضنا والماتش اللي بعدها على ارضنا لازم ان احنا نكسب، مفيش حاجه اسمها تعادل، خلاص الموضوع لا يجول الاسم على اثنين زي ما بيقولوا، وان شاء الله نحاول ان احنا الماتش الجاي نبقى رجاله في الملعب، والايقافات هتبتدي ترجع، حماده والشايب، ودول طبعا اضافه كبيره قوي للفريق بغض النظر يعني عن الناس اللي موجوده في الملعب. فؤاد سلامه، بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا.